في قطاع غزة شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم غارات على أهداف في أنحاء متفرقة من القطاع، وأفاد مراسل العربي بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع يتبع بعضها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس دون الإبلاغ عن وقوع الإصابات. وقال بيان لجيش الاحتلال إنه استهدف مواقع لحركة حماس تضمنت مجمعا عسكريا للقوة البحرية وبنى تحتية ومواقع رصد ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع خلال الأسبوع المنصرم. هذا وقررت سلطات الاحتلال منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد ساعات على قرار مشابه بتقليص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك في القطاع. وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن وزير الدفاع بيني جانتس أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال فورا وحتى إشعار آخر. حركة حماس من جانبها وصفت في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم التصعيد الإسرائيلي على القطاع ومنع وصول الوقود والبضائع بالسلوك العدواني الخطر، ما يستدعي إعادة رسم معالم المرحلة وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة. من غزة ينضم معنا مراسلنا باسل خلف. باسل، كيف هي تداعيات هذا القصف حتى الآن، وكيف تؤثر قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بتقليص مساحة الصيد ومنع الوقود على الغزيين، كيف تؤثر حتى الآن؟ في البداية، مجمل الغارات الليلة استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من تبع غزة، لكن واحدة من هذه الصواريخ سقطت في مدرسة تابعة للأنروا ووزارة الداخلية قبل قليل فقط قالت في بيان الله إن ما حدث كاد يودي بكارثة حقيقية أو يوقع كارثة حقيقية، نظرا لأن هذه القذيفة أو هذه القذيفة الصاروخية سقطت في المدرسة وهي موجهة بالليزر وفق بيان وزارة الداخلية، وبها شظايا والمدرسة بها يوميا حوالي 1000 طالب، وبالتالي لو كانت المدرسة مأهولة كما يحدث صباح كل يوم كان يمكن أن يحدث كارثة في صفوف هؤلاء الأطفال والطلبة. حتى تلك الغارات التي كانت في بعض المناطق الزراعية الفارغة وقعت بالقرب من منازل المواطنين. على أي حال، هدأ القصف الذي استمر لساعات الليل أو في وقت مبكر من فجر هذا اليوم وبقيت التبعات والآثار. الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة حماس قالت إن ما حدث سلوك عدواني خطير يتحمل الاحتلال مسؤوليته وتبعاته. هذه التبعات ليست فقط ميدانية إنما تبعات سياسية وأمنية أيضا. حتى وإن مست هذه القرارات الصيادين الفلسطينيين في البحر وكذلك المعابر وتحديدا معبر كرم أبو سالم التجاري، هي تضيق على المواطنين الفلسطينيين لكن لها تبعات أمنية وسياسية. الحاجات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم سواء مواد البناء أو يعني الوقود الذي يدخل هو يمس احتياجات ومتطلبات المواطن الفلسطيني اليومية، ولا يوجد كميات تكفي لفترة كبيرة ربما لأيام فقط، وبالتالي سواء مساحة الصيد أو إغلاق أو تضييق دخول المواد وحظر بعضها من معبر كرم أبو سالم التجاري يهدف إلى مزيد من الضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل وقف البالونات الحارقة التي أطلقتها الفصائل لتقول بأنه هناك التزامات بتفاهمات التهدئة يجب على الاحتلال أو بنود يجب على الاحتلال أن يلتزم بها. من غزة مراسلنا باسل خلف، شكرا جزيلا لك.